القاعدة دي فيها لبس واحد بس، ان احنا الحرف البي والطاف والني اللي في اول صفة الملكية ده بيدل على المملوك. المملوك ده مفرد، يعني نشوف المملوك كان مثلا زي مثال هنا عندنا سيدنا، سيد يعني نيب، وبين دي اللي هي الملكية. هنقول سيد ده هو المملوك واحنا المالك، هو السيد بتاعنا، فاحنا المالك وهو المملوك. المملوك ده نوعه ايه؟ سيد ده سيد واحد بس، يبقى جاية مفرد ومذكر طبعا. فهنختار حرف البي، فحطينا حرف البي تمام. هو بس الجلم عملها معانا، ف مش حرف البي. وبعدين هنقول ان مين مين المالك. المالك في الضمير المتصل هو لا يعود على المالك، الضمير المتصل هو انا قلت مثلا هنا با، الالفا دي هي ضمير متصل، بيك الايك دي هي ضمير متصل، بي الحرف الاي او ضمير متصل، والجدول ده حفظ. فحسب انا بالاس هنلاقي ان الضمير المتصل ده واحد في كل يعني في التلات عواميد، بيك ايك ايك اي 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 وهنا ايف ايف ايف. اللي بيختلف ايه؟ في المفرد المذكر لما يكون المملوك مملوك مفرد جمع بحرف الني، والمفرد المؤنث حرف الطاو، مفرد المذكر حرف البي تمام. طيب بيس بين بيتين بو، وهكذا في الباقيين. فقلنا ان السيد ده مفرد مذكر، وقلنا ان احنا المالك جمع، فهنروح للجمع. جمع هي نوع الضمير في الجمع نحن، فنلاقيها كلمة ايه نحن ايه في المالك ومفرد مذكر، يبقى العمود الاول ده جبين، هو هنا بين لاس يعني لساننا. وفي المثال بتاعنا بين نيب. تمام. طيب هنا طماف امي، نا شيري اولادي تمام كده. المثال بتاعنا او 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 ناك بين نيب بين اورو بحرستوس، بحرستوس يعني المسيح. قلنا ان البي ده اداة تعريف عامة للمفرد المذكر. مالكنا نفس فكرة سيدنا، بين وبين لأن المملوك مفرد مذكر والمالك جمع. المجد يعني او او او. لك نوك بين نيب بين اورو بحرستوس.